ضيفتنا لليوم أم في سن الثلاثين، ذكية وطموحة، ورسمت لنفسها خطة عشان تمشي عليها وتوصل للهدف اللي حابة توصل له. أشقت الفن وابحرت في سمة التقديم الإذاعي. بانا جمال، صباح الفن والجمال. صباح النور، بس أنت زغرتني، أنا 32. Thank you. يعني العمر كله أكيد بتأكيد بانا. يعني بانا في البداية مثل ما نعرف من كندا للسعودية وللبحرين، ومن دراسة البزنس لعالم الغنى وعالم الإذاعة. كل من عن بداية دخولك في هذا المجال؟ شوي أنا قصتي غريبة. أنا تربيت بالسعودية، نقلت على كندا، درست بكندا، ورجعت على البحرين واشتغلت مثل كل هالناس، بانكينج وماركتينج. بس دائما يعني دائما كان عندي في نقص، في شيء يعني كأنه something is missing. نعم. فصار شيء هيك غريب. من 3 سنين اتصلوا فيني برنامج The Voice. نعم. وكنت حامل بهذاك الوقت، ورحت وعزموني على الكاستينج بدبي. نعم. وخلينا نقول نجحت، بس ما قدرت أروح لأنه كان عندي ولادة بنفس وقت التصوير. نعم. فمثل كان حافز لقوني على الانستغرام، ما كان عندي ولا فولورز. تعرفي اليوم عالم الفولورز، بس هاشتاجز وهالقصص. فحسيت أنه هيدا حافز، يعني يمكن بيقولوا it's not too late. يعني كان عمري بهذاك الوقت 30 سواء بلك. فتقريبا بلشنا هيك، وكان أول إيفنت مهرجان الثقافة، سويت الأوبنينج أكت مال توم جونز، ويعني كل شيء بلش سريع كتير. نعم. نعم. وشلون كان دور العائلة في دخولك المجالين الفني والإذاعي؟ وانت شلون شفتي روحك يعني في الشغل والإذاعة والبيت أيضا؟ تكلمنا عن هذا الناحية. يعني أنا كبنت شرقية، أول شيء عندي ولدين، متجوزة، يعني بسوسايتي كتير فيه restrictions وlimitations. أكيد بالبداية كان في اعتراض أنه كيف أنت فيك توافقي بين العيلة وبين البيت وبين الغنى، والغنى كمان مجال يعني مش معروف دائما كيف الأمور بتصير. صح. يعني صحيح. منه فمري، مش أنه مثلا واحد بيشتغل ببنك أو مخطة مرتبة. إيه منه مرتب وكتير فيه stress. بس يعني شوفي، هو كيف تستعمل الواحد وقتك. يعني صحيح. الصبح بستعمل وقتي للموسيقى وهيك، بالليل بعد بالنهار مع الأولاد. فلاحظوا حتى الإيفنتس، أنا كتير يعني كتير بيكي أي إيفنتس بتحضرين بحضرهم، أي إيفنتس بحضرلهم. فلا بعتقد أوكي هلأ، أوكي صار في شوية دعم أحسن. حلو. يعني يمكن بانا ليش تجربة، يمكن في كندا دخلتي كندا بايدل. ايه. كلمينا عن هذه التجربة وشون شفتيها. كان عمري 20 سنة، تأهلت من 3000 شخص كانوا بالدستريكت بكندا. وعطوني تيكت لتورونتو على أساس أسوي الفاينل، وأكيد ما رحت لأنه كان في ظروف عائلية بهذاك الوقت والدراسة وهيك. بس معلش نصيب منقول. يعني أحيانا بفكر إذا كنت رحت وقدمت وهيك، كنت كتير صغيرة، يمكن الستايل تبعي كان ما يكون الستايل اللي أنا عندي اليوم بالموسيقى. فإتس أوكي. يعني ما شاء الله قدمتي أغاني باللغة العربية وأيضاً الإنجليزية. أنت شفتي روحك في اللغة العربية أو الإنجليزية أكثر؟ يعني أنا كبرت عم بسمع أم كلثوم وأسمهان وفيروز وهيك، بس بنفس الوقت مدرستي كانت مدرسة أمريكية، فكنا نسمع ويتني هيوستن ومرايا كاري، فصار عندي مثل هالفيوجن بالستايلز الإنجليزي والعربي. صحيح. صراحة ما فيني أنقي، بس بعتقد كاتجاه هلأ أنا عربية، كوني عربية، اتجاهي هو الغنى العربي. نعم. بس دائما حتلاقوا انه في تاتشز، يعني هلا معظم اغاني عربي وانجلش، بس دائما حتلاقوا تاتشز من الموسيقى الغربيه او بالصوت او بالالات اللي بستعملها. نعم. يعني يكون في ميكس بين العربي لكن ايه شويه فيوجن. شويه فيوجن. يعني بانا وانت تتكلمين انا اسمع ان صوتك فيه بحه حبيبتي، وايد متحمسه اني اسمع منك شيء اليوم. نسمعكم شيء هيك على الصبح لفيروز. يلا اكيد. أنا لحبيبي وحبيبي لي عصفورة بيضة، لا بقى تسألي، لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي لي حبيبي ندهلي، قال لي الشتي راح ورجعت لأمامي وزهر التفاح، وأنا على بابي ندي والصباح وبعيونك ربيعي نور روحي لي. الله.
الله. انا ما انا ما ودي اسالك، ودي طول اليوم تغنين معنا. نغني الاجوبه اذا بدك. مو بغلط اذا بتغني لنا الاجوبه. نتشرف فيك بانا. مشكورين. يعني بانا من خلال الحفلات اللي تقدمينها وتشاركين فيها، دائما الفرقه الموسيقيه المصاحبه معك تكون موجوده تتكون من 3 لـ5 أشخاص، اللي الجيتار الالكتروني او الدرامز. شو السر في اختيارك هذه النوعيه من الالات تكون متواجده معك في كل حفله؟ هلا انا لانه الباك جراوند تبعي انجليزي وعربي كموسيقى، فكرتي انه ادمج هالالات مع بعض. يعني ممكن تلاقي مثلا اله اسمها كولا، كولا هي الناي الصعيدي، نعم، وتلاقيه عم يلعب مثلا مع جيتار الكتريك او مع بيانو، يعني بينتج كانه هيك صوت فريد من نوعه. يعني بيرجعك شوي لايام ماجدة رومي وفيروز. الله. يعني هيدا ستايل بس شوي يمكن اكثر على غربي، وما حاسميه جاز لانه بعتقد الجاز كفكره للعرب شوي بخوف، لانه ما كل الناس بيفهموا الجاز. صحيح صحيح. يعني انلس احنا رحابنه وعم نعمل جاز، بس احنا اكيد لا. فحقول يمكن كستايل مودرن كلاسيك، عشان هيك لازم يكون في هيدا الفيوجن لكل هالالات. نعم. يعني ننتقل الى تجربتك في الاذاعه وخصوصا في 96.5. كلمينا عن هذه التجربه وشلون شفتي هذه التجربه. صراحه تجربه رائعه، يعني بعتقد ما في احلى من الانسان يعمل اللي هو بيحبه بمجال بيحبه وياخذ معاش على شيء بيحبه. يعني صح. مش انه مثلا مجبور يروح على الشغل. فالشغل بالراديو اكيد عم بلعب موسيقى مش لي انا بس، يعني مش لي انا بغنيها، بلعب روك وبوب وموسيقى باللغه يعني الانجليش. بس اكسبيرينس غير، لانه على المسرح انت بتتفاعل مع جمهور. صحيح. بس مع الراديو يعني عندك قدامك الحيطه او تبع النيوز او وات ايفر، فشوي اكسبيرينس غير، بس اثنيناتهم كثير حلوين. نعم. يعني بانا صوتك ما شاء الله اذاعي وصوتك جميل، لكن لو بنسال بانا اليوم هل تحبين تكفين ورا مايك الاذاعه ولا مايك المسرح والغناء؟ اكيد المسرح 100%. تحبي متجهه للغنى اكثر من الغناء؟ اكيد يعني هلا الغناء يعني صار لي اتجاه، خلينا نقول كارير، قبل كان هوايه. هلا صرت عم بعمل ايفنتس، صرت يعني انا عم بدفع بستثمر بالبوم وشغل كثير وفيديوهات، فصار كانه اتجاه اكثر ما يكون بس هوايه. الراديو كمان اتجاه، يعني كلهم كانه كونكتد مع بعض. صح. مكملين. نعم. مكملين بعض. لمهرجان العش طبعا انت شاركتي فيه من خلال اغنيه اسمهان، فشلون تختارين الاغاني؟ هل انت تختارينهم او شلون بالضبط؟ هلا انا بالبحرين لعبت مع كذا باند، يمكن لانه عندي ستايل شوي غير، يعني بغني بلغات بالانجلش وبالعربي، وبغني ستايلز، يعني بس بغني جاز، بغني سول، بغني بوب. فلعبت مع كذا باند. للنست كانت ما شاء الله عليهم محمد راشد تريو. نعم. الاغاني اللي اخترناهم كانوا من الالبوم تبعه، هو اسمه جيبسي جاز، اخذ اغاني كثير قديمه عربيه من مصر ومن لبنان وسوى لهم ريميكس جيبسي جاز. فالاغاني كانوا اكيد من البومه. نعم. بس احنا كيف نختار الاغاني للايفنتس بيعتمد، يعني مهرجان الموسيقى اللي هلا صار بالبحرين. نعم. اخترنا فيروزيات، يعني كان باند عربي، كنا الباند الوحيده العربيه، فاكيد بيعتمد على الايفنت. بس يعني اي ثينك ايفنتشلي حيصير ستايل معين اللي انا حغنيه. نعم. يمكن ابعد شوي عن الانجليش، ما بعرف. يعني بانا يمكن ذكرتي نقطه مهمه بالنسبه حق الفنان وبالنسبه حق اللي يحب يغني، لازم يختار توجه معين، يعني خلينا نقول يتميز فيه. صح. لان اذا دخلت في كل مجال ممكن ما يعطي كل مجال حقه. ايش كثر مهم عندك انك تميزين في لون واحد؟ لانه انا بحب غني، لانه الموسيقى موسيقى، يعني الموسيقى ما لها لغه وما لها الا ستايلز، بس موسيقى بتضلها موسيقى. نعم. واللي بحب يسمع بيسمع الستايلز. نعم. وبيتشبعهم. فانا هلا كثير مهم انه يكون عندي ستايل معين. يعني مثل ما قلت لك، اذا رحت يمكن كان كنيديان ايدل لما كان عمري 20 سنه. نعم. يمكن ما كان عندي الستايل اللي عندي اليوم. صحيح. السفر وسماع ستايلز متعدده ساعدني هلا ليكون عندي اتجاه. فيس كثير مهم. الواحد ما في يغني كل شيء، ممكن هلا بالبدايه فيني، بس ايفنتشلي اكيد لا. نعم. وش اللي يميز يعني بانا جمال اليوم عن ابناء جيلها؟ يعني صراحه صعب كثير اقول، لانه المستمع هو اللي يحدد، هو اللي بيقدر يحدد انه هيدي لا في شيء بصوتها عجبني او بالميوزك. بس الدمج ما بين الالات الغربيه والشرقيه. نعم. هذا بيعمل الموسيقى مثل ما قلت لك زي ايام فيروز وماجدة رومي، مع تويست شوي غربي اكثر.
الموسيقى اللي عم نحاول نعملها هلا فيها اكثر احساس اكثر، ما يكون فيها الات اكثر او برودكشن كثير عالي بالاستوديو، اكثر يكون بنقول بالانجلش را او يعني ملموس. نعم صحيح. واحنا يعني اكيد احنا طماعين وحابين ايضا نسمع شيء جديد سواء باللغه العربيه او الانجليزيه. حنسمعك ماجده الرومي. طلبتيها منها. اوكي. شوف 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 يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف. شوف 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 يا حبيبي شوف، طلع في اسمعني اسمعني اسمع مني وشوف. لا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني، لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني، ولا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني، لا تصبحني ولا تمسيني ولا تمسيني. انساني 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 ابو المعروف. الله شكراً لك، شكراً لك، غنيتي الأغنية اللي وايد أحبها. حبيبتي مشكورين على استضافتي بهالبرنامج الرائع. حبيبتي هذه واجبنا رائعة، مشكورين. إحنا نسعد دائماً بتواجد الطاقات الشبابية الموجودة. يعني بان اليوم نشوف الكثير من الفنانين لما نسألهم درست موسيقى يقولون لا، بس هم يتمتعون بالموهبة. الموهبة بتتطلب في المجال الموسيقي ومجال الفن، لكن إيش كثر لازم تدعم بالدراسة عشان ممكن الفنان يطور من نفسه أكثر؟ لازم تدعم بدرجة يعني كثير كبيرة، لأنه أنا يعني أنا كغنى عربي أنا مش متعودة، يعني أنا بحب أسمع عربي بس أنا ما كنت غني عربي. بس هلأ بشتغل شي 7 أو 8 ساعات بالأسبوع، عندي مدرس عم بتعلم كل المقامات العربية، لأنه عالم جداً كبير. صح كبير. يعني مثلاً بالخليجي عالم آخر، يعني بعد ما اتطرقت للخليجي، بس أنه المقامات العرب. صحيح. الإنجليش خلينا نقول خلص أوكي. نعم. بس بالعربي يعني بعدني عم بتعلم، والواحد ما حيوقف علم. نعم. أكيد أكيد. لا بانا من خلال ردود الأفعال أنت تشوفين الناس يحبون صوتك باللغة العربية أو الإنجليزية أكثر؟ صراحة العربي، مع أنه أنا يمكن بلاقي بالإنجليزي أكثر متمكنة، بس ما بعرف بيحبوا العربي. يمكن أنا عربية يعني آخر اليوم أنا عربية، وكل الإحساس موجود وين أنا تربيت وهيك، ف يمكن هويتك تطلع أكثر بصوتك. إيه بعتقد. صح. أو في يمكن حب أكثر للغة العربية. صحيح. يعني بانا ما شاء الله عليك، انت ام وعندك اطفال ومتجهه لمجال الغناء، شلون صعب توفقين مثلا بين الالبوم اللي قاعد تحضرين للحين وبين البيت؟ ما تلاقين صعوبه؟ بما ان الفن عالم جدا كبير ويحتاج دائما تكونين متواجده في اكثر من فعاليه في اكثر من ايفنت، فشلون تقسمين وقتك؟ كثير صعب. واولادي اعمارهم صغيره، يعني بنتي صغيره عمرها 2 وبنتي اللي اكبر 5 سنين. الله يخليكم. فكثير صعب، بيجي احيانا ايام ما فيني اعمل ولا شيء موسيقى، لانه مثلا بنتي بتكون مريضه او في يعني شيء عم بيصير بالبيت، فكتير صعب. بس انا دائما بقول كله على كيف الواحد بينظم وقته. صح. تايم مانجمنت، يعني انا عندي كل ساعه باليوم مهمه، او اكون بالراديو او امارس الرياضه، لانه الرياضه كمان مهمه للفن، للي بيغني. صحيح. للنفس. للواحد للنفس، للواحد يقدر يدير باله على حاله، فهو كله يعني تنسيق. واكيد عندي سبورت كثير كثير كبير من زوجي، فمتفهم وهيك ومبسوط وكثير بيدعمني. بس صعب، لا ما حقول لك شيء سهل ابدا. وانا يعني بدي اسال هالسؤال، تشوفين وحده من بناتك لها الحس الموسيقي؟ يا ريت، عم بحاول. اخذتهم على مدرس، اخذت بنتي الكبيره، بعتقد بتغني هيك طبقات عاليه، عندها شيء في امكانيات. بس بعدها صغيره، انا دائما بقول بالموسيقى يعني بلشوا شوي متاخر، بعتقد 4 أو 5 سنين حتى على البيانو. اللي ببلشوا بيانو كثير عمر صغير، يعني بعتقد 8 سنين اوكي. فان شاء الله ان شاء الله واكيد حادعمها. ان شاء الله. يعني بانا كل فنان عنده فنان وهو صغير يحبه ويحب يسمع صوته ويتمنى، يعني لما وصل اللي وصل له وهو فنان يتمنى انه يوصل له ايضا. مين هيدا الفنان اللي انت قولي لنا من هو الفنان؟ انا يعني غرامي ماجده الرومي. الله. رح اشوفها هالويكند بدبي، فكتير مبسوطه لانه قدرت كمان. هي بتغني طرب وعندها الامكانيات، بس قدرت يعني تعمل مجال بالموسيقى العربيه اللي هو المودرن كلاسيك. صحيح.
اللي ما في حدا قدر يعمله. مجالها مختلف ومتميز. جدا مختلف صحيح. وجدا محترمه وجدا كلاسي وعنده قدرات يعني هائلة. صوت هائله صحيح. فهيدي لإلي اكيد بحب فيروز نعم. ويعني من الفن هلا العربي بحب شيرين كثير، بحب كارول سماحه، ففي اسماء كثير كمان يعني، بس كمان بحب استمع يعني استمتع بال يعني اغاني مثل ثلاث دقات وهيك قصص، كمان بحب اسمعهم يعني. المسيب لازم يسمع كل الالوان، كل شيء، كل الالوان، كل الالوان، وعقب يشوف وين نفسه وشنو اللون اللي اختاره. انا صراحه ما زلت ابي اسمع منك شيء يعني انا مو بدي اختم اللقاء، بس ودي اسمع منك اغنيه باختيارك. اوكي نسمعكم كمان فيروز، يلا الصبح وهيك. تفضلي. قديش كان في ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتي الدنيا ويحملوا شمسي وانا وايام الصحو ما حدا نطرني صار لي شي 100 سنة مشلوحة بهالدكان دجرت مني الحيطان وعالصبح يبقول وانا عيني عالحلا والحلا عالطرقات بغني له غنيات هو بحاله مشغول نطرت مواعيد الارض وما حدا نطرني. الله الله. ومع بانا جمال وجمال الفن والصوت وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شمس البحرين، لكن أكيد يتجدد معاكم لقاءنا يوم الأحد بفقرات مختلفة ومتنوعة. إجازة سعيدة ومع السلامة. مع السلامة.